أنا سمعت إنه كان أكو مشروع زواج بينك وبين أحد، وكان عنده شرط إنه تعتزلين، وبالفعل جربتي إنه تعتزلين لفترة. شو اللي صار وياك؟ جربت اعتزل اي صح، يعني يمكن فترة شهرين او ثلاثة اشهر انه انا خلص قطعت السوشيال ميديا والامور كلها، بس بعدين انه شفت انه انا اذا شخص اجا يريدني واني مين انه ردين البنية الفنانة اللي تحب الفن، فاما يريدني مثل ما اني او خلص. ليش يعني ضعفتي خلينا نقول انه قررتي صدق خلي اجرب؟ يعني حبيتي الشخص لو فكرتي منطقيا خلي اجرب شيء ثاني؟ اثنيناتهم يعني فكرت انه هم تعرف نصيحه الاهل أي. والصديقات ويعني شوف جهالك اي وش وقت نشوف جهالك والبنيه ما لها غير بيت رجلها وكذا اوكي ويعني ما راح تكونين محتاجه لشيء، بس بعدين لا فكرت انه لا بالعكس يعني ممكن اني القى شخص لا يتقبلني انا كمينة الفنانه، ايش بيها الفنانه ليش يعني اعتزل عن الفن؟ يعني ما مسوي شيء غلط. احد اجى واشترط نفس الشيء ايش راح اسوي؟ ما وافق. تختارين الفن على الزواج؟ لان اعتقد شغلي هو الشيء الوحيد اللي راح يبقى لي، الناس انا يعني ما اثق بهم.